كيفاش كنت سيليكتيف في الـ في الـ في المجال الرقمي، صحيح على خاطر ما وبا ولا على خاطر، اما على خاطر كنت عندي حاجه اخرى كنت ليها بكتبتي، ما كنتش ليها شيء يحكيو فيه، ولي كنت ليها عندي كتبتي زي ما قرا، عندي 5 كتب في الشهر لازم نكملهم، عندي هذيك نحب نشري، كانت عندي هوبي، كانت عندي حاجه في حياتي اللي هي سنتر تاعي. دونك احنا توا هذاك علاش بكري حكيت على السيف هابس، باش يكتشفوا رواحهم، يكتشفوا شنو يحبوا ويخدموا عليه. كان يحب الفوتوغرافي، كان يحب ال environmental issues، كان يحب الكتب، كان يحب البلوجينج، you know that kind of fashion blogging، أي حاجة يحبها، yeah any kind of blogging any kind of hobby هو يحب عليها يعملها، وهكذا يبعد من شيء هذا. ولو إنه نعرف ناس اللي كانوا يقرأوا برشا ومحليهم برشا وصار استقطابهم للأسف، دونك هذه مشكلة رأيي أكبر منا أنا را، أما إحنا لازم نعمل كل شيء to fight it to combat it، بيش as cheesy as it sounds، أما بثقافة واحدة. أنا نجم نزيد حاجة، هو شوف أنا ديما نقول المدرسة الأولى بتبيع بعد الأسرة هي المدرسة، الفضاء المدرسة. إلي طان في تونس فضاء المدرسة يزمو يتغير، إصلاح منظومة تربوية، إصلاح راديكالي جدي بيان، راديكالي مش ترقيعي، خاطر احنا توا الصغير يا اما وراك ليكرون والا في المدرسة. حتى قبل كانوا يقعدوا في الشوارع، انا والله نتمنى يقعد في الشارع وهو يلعب في بطحة بالكورة ومش وراء ايكران وهو معناتها مانيبولي والا ليه. قلت انا هذه راهي 101 كل بالنسبه لينا احنا. شو انا اهم حاجه نقول، فضاء المدرسه يزمو هو يتهيأ، هو اصلا يولي الحاضن للاطفال، خاطر مهما كان ديما ليدوكاسيون راهي هي الكل، هي اللي باش تخليك الوعي، هي اللي باش تخليك معناتها لادابتاسيون والميوتاسيون وكل شيء، راهو سي ليكول. ما معناتها شوف انت ما في العالم الكل هاو ميم توا ثم المدارس الافتراضيه، مي افيك لي زادو افيك لي زونفون ما ثماش مدارس افتراضيه، ميم حتى واحد يقول ثماش الي توجور معناتها نيسيسير دافوار اك الغولاسيون ما بين ليدوكاتور وما بين الصغير، سواء كان مهما كان لاج نتاعو، وسورتو انا نقول اهم حاجه في التوسكي ديجيتال، علاش ما يتكونوش ناس معناتها دي سبيسياليست في التوسكي بيداغوجي، وعلاش ما يكونوش هما موجودين مثلا احنا في تون. انا ساعات نقارن بالليسيت اللي موجودين ولا بالباج الموجوده في بلدان اخرى، مثلا تلقى لي زونسيون، تلقى اونسيون تاع جغرافيا ولا واحد كل تلقى عامل هو وتلمذته هو واحد حاجات احنا في تونس ما عندناش. احنا في تونس تلقاها يا اما صفحات نتاع نقابات تسب في الاولياء والتلامذه، والا صفحات نتاع معناتها اولياء يسبوا في لي زونسيون والتلميذ اللي هو فلوس. انا راني اون كونيسونس دو كوز جو دي بيان، معناتها ماني من تجربتي ما كي مشيت للتعليم مشيت فاتالمون، مي معناتها الاكسبيريونس كانت ياسر مزيان عليا، خاطر وقت اللي دخلت قلت بيه انا بوركوا شيرشي ميديا 14 تي، او عندي باتا مودلينج انا يمكن عندي هكا دي انرجي بوزيتيف، وحاولتها لتلامذتي صحيح نقول، خاطر هو راهو التعليم سي حاجه يعني تبني للمستقبل، انت راه ما عندكش نتائج توا، انت ماكش باش تنتج توا باش تقول انا راني كونت قدي وراني توا، لا الامباكت راهو بعد باش تلقاه بعد في الجنس نتاعو، باش تلقاه بعد ميم غير. شوف مهما كان انا ديما نقول بالنسبه للفضاءات الافتراضيه، صحيح يهربوا لها الصغار، يهربوا لها لي زادوليسون خاطر يلقاو رواحهم، وحكيت على الاستيم دو سوا، وي يلقى الاستيم دو سوا نتاعو، يلقاه ويلقى روحه يقول لك شوف انا عملت. احنا عملنا اتوليه مع البيرو نتاع الناسيون زوني على الفولغاريزاسيون دي زيدي اوبري دي هذوما لي زادوليسون، بدات يحكي لك على لي انرجي رينوفلاب، معناتها كي يبدا انت صغير ويحكي لك ويهبط لك على الباج نتاعو ديجا هكا عنده صحابه. انا راني متميز عليك، راني نفهم مثلا في الفيزيك، راني نفهم في المات اوف كلاس، ينجم في القسم راهو جايب واحد في المات
ما يهتمش، مي بعد يمشي يقول لك لا انا راني عندي نظره اخرى. وعندنا احنا ديزادوليسون اللي يحشموا الاساتذه نتاعهم وهما يقريو يقولوا لا يا مسيو راني دخلت على الباج الفلانيه وراه خلي عاد في اللونغ، خلي في اللونغ، مش لازم نقول قداش يطلعوا ويجي ويقولوا هزلوا. انا مش لازم نقول هذاك التلميذ الباهي يجيب لك ديكسيونير يقول لك لا راك غلط هايا لهنا لا 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 لا. انا ساعه لساعه عندي صغير نعرفه تبارك الله سي ان جيني في لي لونغ نقول له عايش ودي اركح بحق اركح، خاطر احنا لحد الان ومع كل احتراماتي لحد الان معناتها كان باش نلوجوا احنا على ليزالتيرناتيف في ليدوكاسيون وفي الواحد يا خويا. اول حاجه نكونوا الاساتذه، نكونوا المعلمين، نكونوا المربين، نكونوهم من راهو ملا ملا مكلا من الحضانه من الحضانه. ولغه حرام وحلال راهي ما تمشيش معاك، لا حرام ولا حلال. انا واحده من الناس قريت وربيت ماما اولادي مش بالحلال والحرام ومش ربي يشنق مش وفر العينين وذاك يصير وذاك ما يصير، لا ثم دي نورم يونيفرسال في الاخلاق. الاخلاق راهي مبادئها يونيفرسال، ما ثماش هذايا مثلا السرقه راهي معناتها عيب ولا حرام ولا ما تجيش ولا جريمه ولا غير، راهي سي بارتو في معناتها في هوكولوكو ولا في تونس ولا في ثقافة البيئة ولا غير. ثم حاجات اللي هي يونيفرسال اللي هي توحد الشعوب واللي هي توحد الثقافات الكل، هذيك نحطها انا الباس. وسي صعب بالنسبه في التوسكي ديجيتال وغير وكل راهو لي ريفيرونس نتاع لي زادوليسون كان اللي يعيش معاهم يعرف عندهم راهم عندهم دي تيرم دو ريفيرونس ميم في علاقاتهم وفي وحداتهم الكل، ويقول لك راني هكا وهكا. هذيا اذا الصغير انت انكادريته وصلته. انا هيك علاش ديما نقول ونرجع سواء كان مع في الاطار التربوي ولا في الاطار الجمعياتي ولا غيره، كل اكل بيك بوس تتنحى. مفهوم البيك بوس عند لي زادوليسون راهو ما عندوش، قلت لكم راهو جينيراسيون، راهو عند لي زادوليسون طاقه مهوله تنجم تحطها وتهزها وين تحب اكونديسيون ما تحكمش فيه. راهو هو عمل لك الفاتريسيد والماتريسيد وكل قتلهم، خاطر هو سلطته هو اللي باش تكون وسلطته باش تكون كان انت ما تحطوش يتمل. هذا دور البيداغوغ، دور الكوميونيكاتور، دور الناس اللي هي تويكا معناتها توسكيي هذوما اللي فهم ديجيتال اللي هي تتصرف فيهم. راهو نجموا بوتنسيال تعرف نربحوا برشا وقت، نربحوا حاجات. انا اليوم بركه صارت هي كارثه من عرش في بورشاكير في سيدي حسين سيجون، احنا ياسر نخدموا على البوبولاسيون فيلنيرابل في لي جون، خاطر يعطيوك راهما يعطيوك الواقع ويعطيك كل ويقول لك هاو انا رؤيتي لجيلتي اش نجم نعمل الكل ويهبط لك على الفيسبوك ويهبط لك كل شيء. شفت العالم انا نقول ما هو توا كنا نحكيو على قريه، اي يا سيدي هي قريه. حاول انت في القريه هذيك مادامك تنجم انت في دقيقه سكوندا توصل للعالم الاخر دي ميلي دي كيلومتر، هي تأثر عليك المجلس الأمن، أكل اللي ما نعرفش أنا، هذايا راهو مش كلامي أنا كلام ليزادوليسون، أكل كوميرس بلون هذاك نتاع الدروب ونتاع السلاح ونتاع علاش ما يمشيش مثلا بارتي منه تمشي احنا ندعموا بها التكنولوجي نتاع لي زينرجي رونوفلابل، ندعموا بها لي كومبيتونس نتاع لي جون. يا ولدي اسمع هذا الويند وهالواحد الكل من الطبيعه راهو هاك الطائر ذاك يطير تقديش من سكونتا يعمل تقديش، وراهو سي ان جون في الواحد هو اللي يعمل. معناتها ترجع انت ثم دي زيكون، ثم دي ليدر. علاش اسطوره شي جيفارا ما ماتتش لليوم هاو ولا حتى علاش اسطوره محمد علي كلاي ما ماتتش؟ خاطر الى توشي لا بيرسون، إلا توشي لا بيرسون. معناتها ثم حاجات اللي هذا هو الديجيتال يوصل معناتها لي زيكون هذوما ولي زيدول خاطرهم ما كانوش انانيين، ما كانوش معناتها الناس هذوما ما حاربتش على حاجه هكاك، حاربت على الاخر. هو هذا هو الادوليسون يحبك انت ام ولا معلم تاعك تصبر عليه، راهو يبدا يتستي فيك، راهو يبدا يمارجك ومطلع حياتك وين مخك يطير لك مخك. علاش؟ خاطر تستي فيك طاقتك انت شنو اللي تنجم، وهو بعد يعطيك ما عنده راه سي سا ليستيم دو سوا. هو راهو
ما هوش خبز باش يمشي يشري من العطار. ليه ليه احنا باش نخدموا عليها الكل. وهو انا نقول سي فري هما باتا مودلي، اما باتا مودلي راهي ماهيش بعد باش يثور عليك، راهو بعد بينوكيو ما عادش باش خشمو يطويل، راهو يولي سي سا. معناتها احنا توا نشوف، انا بصراحه نشوف في الجينيراسيون تاع ديجار ثم حاجات اللي احنا حمراء حمراء وغيره ولي تغوا موسكيتير وكل، احنا خديناها بوقت اللي اك الشجاعه وك الحب العذري وك الشيء، هذه هي الجينيراسيون تاعنا. مي هما ليه هما مش تحكي له على ليه ليه ما عادش، انا كي تقول له قفل المعلم يوفي التبجيل كذا المعلم لك الرسول نعم يقف. باغ كونتر كي انت تقول له راهو مصدر، راك انت العلم اللي عند استاذك راك انت باش تطور بيه وتعمل كل، مش انت باش راهو باش تعمل له خطاب امبوسيبل، ما يسمعوكش راهو في الخطابات. هو حطه في المعمى، ثم دي ميثود بيداغوجيك انور، دي ميثود، ثم بيداغوجي المشروع عشرة، ثم وحده لهنا تنجم تسمعني وتفهمني كيفاش كنا في الكلاس. سي توا انت شنو هو نظرتك للشيء هذاك وشنو هو وتقييمنا، تقييمنا للزادوليسون ما فهمش مات زيرو. انا البارح حاضره كونسيل دو كلاس عندي جماعه الواحد الاستاذه حتى واحد منهم ما جاب معدل في المات به. تو هو راهو علميا هي الغلطه مش التلامذة، خاطر انت مادامك ما وصلتش انت للتلامذة تولي مشكله فيك مش في التلميذ. راهو احنا علاش اباطره التعليم، اباطره انا نسميهم اكو الفيزيك والماد وغير وكل، لا 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 الفو فولغاريزي، خاطر راهو هو المعلومه ولا يكليكي هكا يعمل لك يحط لك يهبط لك كل شيء الدرس كامل حافظه. لا كومون جيري سيت معناتها كومون جيري لافورماسيون، كومون جيري الكومبيتونس اللي عنده هو باش هو سي سا. انا ديما نقول هو سي انشينمون كامل، ابدا كالسلاح المنظومه التربويه هذيك ابدا بها هي من كل شيء، من الفضاء سيوا من باب المدرسه، اذا دخلك من باب المدرسه انت شوف قدام المدارس نتاعنا كلها كان يمشي لوح الزبله يمشي لوح المدرسة، كان يمشي يكتب كريم خايف يمشي يكتبوا على حيط المدرسة. هذاك المير بوبليك نتاعو اللي يعطيك الصحة، المير بوبليك هذاك فيزيك خلينا نقول. فوالا احنا المير بوبليك هذاك علاش ما يوليش حاجة أخرى معناتها، فهمتني؟ سي سا أنا نقول هذا الدور، طونكو معناتها ما وصلناش بوغ توشي سي زادوليسون، رانا عندنا بوتونسييل ضايع في المستقبل. باش ناخذ من كلامك حجبات أنه مربية وحده واحد عام انوتو ايفولاسيون الروح والبرش مربي البري كان نجم نرفورمي لو ميساج نتاعك ونرجع حتى للتيوري دي جينيراسيون بيبي. برشا مشاكل في وقتنا توا انه البيبي بومرز يحبوا يحكموا في جينيراسيون ايكغيك وزاد، يحبوا يصنعوا دي كوبي منهم في وقت الجينيراسيون الجدد هذوما والفروخ الكونكتي كما نقولوا راهم عايشين وقتهم ويحبوا يعملوا حاجه اخرى كومبليتمون، ما تنجمش تصنع كوبيات منهم. الميساج ولا ونتبناه وحدنا سورتو بور سورتو للمربين والمربيات ابديت، انتم اللي لازم تعملوا ميساج، انتم اللي لازم تلوجوا كيفاش تفهموا الجينيراسيون الجديده، مش تصنع مش تعملوا دي كوبي من مخاخكم عليهم هما باش هما يفهموا. لا سي كان بريفمون مدام خاطر عندنا بوست كافي وعندنا بانيل اخر مع بونجور تام فوالا. Juste brièvement une question à Zoz, en 30 secondes au moins, ou quelques interactions à Diouf et à Hadri. Qu'est-ce qu'il y a de قبل ولا توا ولا ماشي للباهي ولا ماشي لا لا انا ما عنديش قبل باهي وبعد باهي وواحد كل، انا عندي كل فتره والكونجونكتور نتاعها ما نجمش جو نو با معناتها ادابتي ناس في الجينيراسيون هذه كل شيء معناتها الكترونيك الكل باش نرجعوا. انا قلت لك انا راني عمري 12 سنه راني في دار المعلمه، راني تعلمت التريزه وترست البنات خالتي كلهم فروشاتهم وجازاتهم وامي كانت ما يظهر لها في الصيف انتهينا. انا هذايا ما عايشتوش لبنتي، ما عايشتوش لبنتي وما عايشتوش ما بين ولدي وبنتي بيناتهم 5 سنين، ما اللي عاش ولدي ما عاشوش بنتي.
معناتها ما امبوسيبل انه فبا معناتها كيما نقولوا احنا الركب اللي يلزم يترك خليها كل جينيراسيون عندها شارم نتاعها خليها تعيش من انا ما احنا كنا هكاك اي يعطيك صح اما حتى احنا كنا نسكنوا بالسرقه زيدا وكنا نكيفوا بالسرقه وكنا كذابين وكنا نصاحبوا وكنا جواب يجي ناكلوا تريعه اما هما توا الجواب عادي بوها يقولها وتفهم عاد صاحبي ليه مش فيه صعيب طبعا النوتيفيكاسيون تجي عاش الجوابات ولا البون كي يجي انت مال تقول لي بوغ اون جينيراسيون بوغ اون جو لا جينيراسيون عايشه في وقت